السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الفيديو ديال اليوم غادي نصوب لكم هكا القوق بطريقة عصرية وزوينة، تقديم زوين مع واحد لاصوص كتجي هائلة كتواتى بشكل كبير مع القوق. تبعوا معايا الفيديو. في المقادير عندي هنا 3 ديال الحبات ديال القوق اللي سلقتهم مع شوية ديال الملحة وخليتهم هكا حتى يتسلقوا مزيان. غادي نحتاج شوية ديال المطارد، غادي نحتاج الثومة، الزيت، الحامض، وغادي نحتاج البزار وأيضا شوية ديال الملحة. هنايا خديت واحد الفص ديال الثوم صغير وحكيته في الحكاكة تكون رقيقة. غادي نديرو في واحد الإناء، غادي نزيد عليه جوج معالق كبار ديال العصير ديال الحامض. هنايا بالنسبة للحامض تقدروا تستبدلوه بالخل ديال الحامض أولا بالخل العادي، بما ان الحموضه هكا كتواتى بشكل كبير مع القوق. هنايا درت جوج معالق ديال الحامض، وغادي ندير ايضا جوج معالق كبار ديال المطارد وصلصه الخردل. غادي نضيف عليهم شويه ديال الابزار، وايضا غادي نضيف شويه ديال الملحه. ما تنساوش باللي الملحه درناها للقوق فاش سلقناه، وايضا حتى المطارد فيه شويه ديال الملحه، ندير غير شويه. صافي هادشي اللي غادي نحتاج في لاصوص، وغادي نخلطها مزيان مزيان هكا. انا استعملت غير طراب اليدوي غير بيدي، تقدروا ديروه في يعني بالميكسور، ولكن من الاحسن يعني هاد لاصوص راه كتجي ناجحه، راه كتطلع بهكا غير يعني غير بالطراب اليدوي راه كتطلع. هنايا بالنسبه للزيت النباتي عندي تقريبا نص كاس، غادي نبقاو نزيدو غير بشويه بشويه، وحنايا كنطربو مزيان باش داك الزيت تكسر لنا ديك الحموضه وديك المروره شويه ديال لا موطارد، وايضا حتى ديال الثومه، وكتعطي واحد المذاق زوين يعني كيتواتى رائع. كنتمنى انكم تجربوا هاد لاصوص مع هاد القوق، كتجي هائله. انتم غتجربوها وتردوا عليا الخبر. كما قلت لكم غادي نبقى نزيد غير بشويه بشويه الزيت، وانا كنطرب مزيان حتى نسالي الكميه كلها اللي عندي ديال الزيت. صافي هنا بعد ما كنطربو كنحصلوا على واحد الصلصه اللي كتكون بحال هكا متجانسه ويعني رطبه. صافي كنحبسو، ودابا غادي نجيبو باش نزينو القوق ديالنا بهاد الصلصه هادي. عندي كما قلت لكم هنا استعملت 3 ديال الحبات، غادي نجيبوهم وغادي نقسموهم على جوج. انتما كتشوفوا يعني راه طايب، غادي نقسموه هكا من التحت. بعد ما قسمناهم كاملين غادي نحاول نجيب واحد المعلقه كبيره، وغادي نحاول باش نحيد غير بشويه داك الشوك اللي كيكون لداخل اولا داك الوسخ اللي ما كناكلوش. نحيد معهم واحد 3 ديال الوريقات من الفوق باش هكا نحيدو داك الشعيرات الرقاقين كاملين، وكنحصلوا على القوق ديالنا غيكون نظيف هكا من الداخل. انا هنايا فضلت انني نسلقو هكا هو مجموع باش ما كيجيش شويه باسل، يعني من الاحسن لا بطاطا لا القوق هكا تسلقوه يعني مجموع حتى يتسلق عاد وفرقوه باش كيحافظ على البنه ديالو. صافي غادي نحيد الكميه كلها اللي عندي ديال القوق حتى نخويه هكا بهذا الشكل هذا، وغادي نجيب الطبسيل ديال التقديم. هنايا انا قدمته بوحديته، تقدروا ايضا تقدموه مع شي شلاضه، يعني هكا تجي شلاضه في الوسط ويجي هاد القوق من الجناب كيجي زوين. هاد الشلاضه ايضا هاد لاصوص اللي صوب تقدروا ديروها مع بطاطا مسلوقه كتجي هائله، حتى مع بطاطا يعني كتجي زوينه، ايضا حتى مع الخيزو او الشلاضه يعني الخضره كلها الا سلقتوها وديروا هاد لاصوص من الفوق راه كتجي زوينه. هنايا بعد ما استفت هاد القوق من الاحسن هكا نديرو مايل باش غير ندير لاصوص من الداخل ما تزلعش. غادي نحاول انني نعمر داك الداخل ديال القوق بهاد لاصوص. انا استعملت هنايا غير المعلقه، تقدروا ديروا هكا شي بوش
باش هكا ما تزلعلكمش من الجناب. غادي نبقى حتى نكمل كلها الكميه اللي عندي. كما كتشوفوا يعني هاد الصلصه انتما يعني ناجحه، كتجي يعني هكا متجانسه، ما كتبقاش ديك الزيت بوحديتها. كما قلت لكم تقدروا تستعملوا غير الطراب اليدوي، راها كتجي ناجحه. وفي الاخير في التزيين كنزين بشويه ديال المعدنوس اللي قطعته هكا رقيق، وكنديرو هكا من الفوق. وهذا هو الاقتراح ديال اليوم، كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. تسناوني ان شاء الله في فيديو اخر ووصفه اخرى اللي سهله وبسيطه. ايضا في قناتي كاينين فيديوهات ديال سفريات والخرجات لهكا الناس اللي كيعجبهم يتمتعوا بالمناظر الطبيعيه ديال افران والنواحي الاطلس المتوسط. ايضا كاين خرجات لبعض الضايات لي زوبرج، وايضا سفريات. نتلاقاكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.